عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بكل خير، وأبشركم بشارة صباحية، أبشركم بالخير. شاب من الشباب يزف أمه، سوى الأم زفة، لكن لماذا هذه الزفة؟ لقد ختمت كتاب الله. الله أكبر، هنيئا له ولأمه بهذه الفرحة العظيمة. والله بختم كتاب الله. تخيل يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. المشروع الذي لا يعرف الفشل هو مشروع حفظ كتاب الله. والله لو جلست عشرات السنين تحفظ في كتاب الله، والله الله العظيم ما فشلت بل نجحت. وانظر فقط إلى أجر التلاوة، الحرف الواحد يشري حسنات إلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، فكيف بالقرآن كامل؟ أحبابي ابدأوا وتذكر أن حفظ آية واحدة يرفعك بدرجة في الجنة. الله أكبر. الله يجعلنا إياكم من أهل القرآن بالأمين.